من مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس السيد كمال خليل رئيس المجلس الفلسطيني الأمريكي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد كمال. من خلال تواصل حضرتك مع سكان ولاية فلوريدا، كيف هي استعدادات السلطات والأفراد لمواجهة الإعصار إيرما لمحاولة تلافي حجم الضرر الذي أصاب هيوستن عندما ضربها الإعصار هارفي؟ أشكرك أولا على الاستضافة وأحييكم. إعصار إيرما حقيقة من أكبر الإعصارات اللي تمر على أمريكا، وهناك العديد من الدروس المستفادة من إعصار هارفي اللي ضرب منطقة تكساس أو ولاية تكساس وجوار أو جنوب مدينة هيوستن وتأثيرها الأكبر على مدينة هيوستن في عديد من المجالات. يعني الإعصار بشكل عام هناك مرحلتين، مرحلة التحضير والاستعداد لاستقباله ومرحلة ما بعد أن يلامس اليابسة. فحتى الآن ومعنا 24 ساعة ليضرب بشكل أكبر، الآن هي يعني آثاره المتقدمة اللي عانت منها الكاريبيان وعانت منها كوبا، فمعنا 24 ساعة لحتى يعني يوصل لليابسة في مناطق فلوريدا في الشطر الغربي من الولاية. ف يعني بداية من منطقة الاستعداد هناك عمليات الإخلاء الإجبارية اللي استفادوا منها من هارفي، بدل ما الإخلاء التدريجي هناك إخلاء إلزامي وفوري. نعم، في إعصار هارفي لم يكن الإخلاء إجباري، صحيح سيد كمال؟ يعني كان الإخلاء تدريجي، نعم. يعني كان إجباري في مناطق محددة واختياري في المناطق أخرى، لكن حقيقة يعني الإعصار هارفي ما كانش حدا يتوقع أنه ما بعد الإعصار هذا الدمار الكامل وهذا البطء في السرعة. طيب، في حركته سيد كمال، لذلك أعذرني، من خلال متابعتكم أبرز الصعوبات التي يمكن أن تواجه السكان والسلطات، ما هي في المرحلتين كما ذكرت حضرتك، مرحلة التحضير والاستعداد والمرحلة الثانية ما بعد أن يلامس اليابسة؟ نعم، الصعوبات حقيقة هي بالوصول للناس اللي لا تأخذ الموضوع على محمل الجد لأي سبب من الأسباب. يعني إذا كان قبل لحظات كان في إعلان أنه إذا أنت حتى الآن ما طلعت، بمعنى أنت على عاتق نفسك وتتحمل مسؤولية نفسك، إحنا ما حدش بيقدر يوصلك. نعم، هذا هو الـ 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 الهم الأكبر. الهم الأكبر هو الإنسان، الإنسان اللي يعني يبقى في المؤخرة ويصعب الوصول إليه. هذا نتيجة الفيضان أو المياه اللي متوقع أن تصل أضعاف ما حصل في مدينة هيوستن، علما أنه مدينة هيوستن لا زلنا نعاني منها حتى هذه اللحظة، لم تنتهي وإن بأشكال أخرى. طيب سيد كمال، أعذرني، في دقيقة من الوقت تحضيرات السكان والسلطات لمواجهة مثلا انقطاع الكهرباء، المواصلات وغيرها من الخدمات. نعم، يعني هناك استعداد كامل لما يمكن للبشر أن يستعدوا له، لكن أحيانا تفوق الأضرار ما يمكن للسلطات أن تستعد لها. هذه الطبيعة ومواجهة الطبيعة ليست المسألة سهلة، فهناك الكثير من الملاجئ اللي فتحت للناس، هناك آلاف من المتطوعين، هناك السلطات تعمل بشكل رسمي وبشكل مركزي للإنقاذ ولمحاولة تخطي أو يعني تجنب الأضرار السابقة، وهناك أوامر صادرة من الحكومة بشكل واضح لكل الناس إيش ممكن أنهم يعملوا.
الاتجاه اللي ممكن يسلكوه. نعم. كل وهذا استعداد الطعام بالمراكز بالايواء والزوارق الهليكوبتر لانتشال الناس اللي ممكن انها تبقى مكانها. هناك طبعا يعني الاستعداد. نعم سيد كمال. الوقود للمرحله القادمه. اذا الاستعداد جاري على قدم وساق. شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينه هيوستن التابعه لولايه تكساس السيد كمال خليل رئيس المجلس الفلسطيني الامريكي.